السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا المعتاد مع فيديو عن common usage problems زي ما احنا متعودين. بس عايز اطمن الاول في صوت شغال ولا لا، لو في صوت او في مشكلة في صوت حد يبقى لا. طيب انا هبتدي على طول. النهاردة هنتكلم عن ثلاث كلمات هم desert و desert و desert. اول كلمة اسمها desert. desert دي noun، noun يعني اسم طبعا. desert معناها صحراء، يعني ممكن نقول مثلا كإكزامبل عليها we cannot live in the desert، ما نقدرش نعيش في الصحراء. crossing the desert is very dangerous، عبور الصحراء حاجة خطيرة. some people can live in the desert، في بعض الناس تعرف تعيش في الصحراء. يبقى أول كلمة عندنا هي desert، spelling بتاعها desert، desert، desert. تاني كلمة بنفس spelling desert اسمها desert، وده verb فعل. verb بمعنى يهجر، طبعا تيجي بمعنى يهجر مكان او يهجر شخص، واحيانا بتيجي بمعنى يهرب من الخدمه العسكريه. فنقول مثلا he deserted his wife 2 years ago، هو ساب مراته وهرب من سنتين. عقبالكم كلكم ان شاء الله، عقبالكم انتم مش انا، ماليش دعوه بالموضوع ده. desert برضو تاني ممكن نقول he was deserted by his family and friends، اسرته واصحابه هجروه او سابوه يعني. لما تيجي بمعنى يهجر مكان او يترك مكان اقول مثلا the city was deserted by its people، المدينه هجرها اهلها سابوها ومشوا بقت فاضيه. الخدمه العسكريه ممكن اقول the soldiers who deserted and were caught were shot، يعني الجنود اللي deserted اللي هربوا من الخدمه العسكريه and were caught واتقبض عليهم were shot ضربوا بالنار. تاني كلمه النهارده اتكلمنا عنها هي desert بمعنى يهجر desert، بس هي نفس السبيلنج بتاع desert desert وهي verb، انما desert الاولى اللي هي noun كانت بمعنى صحراء. طيب ثالث كلمه عندنا اسمها desert برضو بس السبيلنج بتاعها مختلف desert desert. desert معناها التحليه او الحاجه الحلوه اللي بناكلها بعد الاكل. تمام، الحاجه الحلوه اللي بناكلها بعد الاكل مش معناها حاجه حلوه خلاص، يعني مش معناها sweets مثلا حلويات، لا. desert خاصه بحاجه بتاكلها بعد المين كورس، بعد ما بتقعد تاكل بتحلي، فده معنى كلمة dessert. ممكن نقول مثلا we had ice cream for dessert، احنا كلنا ice cream حلينا بيه يعني. the tea and coffee will be served with dessert، القهوة والشاي هتقدموا مع الايه، مع الديزرت، مع التحلية يعني. النهاردة اتكلمنا عن ثلاث كلمات: desert noun بمعنى صحراء، desert بنفس spelling desert اللي هي desert بمعنى يهجر او يترك، يهجر او يترك مكان او شخص او يهرب من الخدمة العسكرية. ثالث كلمة desert برضو نفس الـ pronunciation لكن الـ spelling مختلف desert، دي معناها الحاجة الحلوة اللي احنا بنحلي بيها بعد الأكل. نشوفكم إن شاء الله بكرة أو بعده. السلام عليكم.